انتر ميلان شهدنا كيفاش فيرونتينا الدور الايطالي سيري اي الجوله الثانيه، وين شفنا كيفاش مباراه دراميه نقولوا مباراه دراميه، وشاهدنا كيفاش كريستيان الذي من جانب فيرونتينا الذي سجل الهدف الاول في الدقيقه الثالثه، شفنا كيفاش تعديل النتيجه في الدقيقه مارتينيز الذي عدل في الدقيقه 45، يعني فيدريكو كذلك في 52 في الشوط الثاني وين انتهى الشوط الاول هدف لهدف، شفنا فيدريكو مباشره في الشوط الثاني وين سجل ضد مرماه في الدقيقه 52، يعني شفنا كيفاش جيناتو اللي عدل النتيجه في الدقيقه 57، فيدريكو وين في الدقيقه 63، يعني شاهدنا هدف التعادل من جانب الانتر بصعوبه في الدقيقه 87، يعني كانت مباراه كانت قويه، مباراه كانت نقولوا باللي كانت متكافئه، وين الانتر وين ضيع الكثير من الاهداف، يعني ضيع الكثير، شفنا ديسون، شفنا باتريك، شفنا فارناك ريبيري، شنا كريستيان، شنا كيفاش سفيان مرابط، يعني شنا فيدريكو خوسي، فيدريكو المدافع، شنا نيكولا، يعني من جانب فيرونتينا شاهدنا كيفاش سمير هندوفيتش الحارس اللي رغم انه انقذ المرمى تاعو لكن تلقى اهداف، شنا دانيلو، شنا اليساندرو الاسكندر، شنا اشلي نيكولا، شنا مارسيلو، شنا كيفاش ايساكس، شنا ستيفانو، يعني ارطور، اشرف حكيمي اللي دخل في الدقيقه 65، يعني لوكاكو، يعني كانت المباراه وشنا لوكاكو الذي عدل النتيجه في الدقيقه 87 89، وين اضافه الهدف الثاني للانتر في الدقيقه 89، يعني كانت مباراه دراميه نقولوا، كانت دراميه وين الانتر اليوم عرف كيفاش نقولوا باللي عرف في وقت صعب، وين شفنا كيفاش اهداف، شفنا ريتم عالي نقولوا باللي شاهدنا ريتم عالي من جانب الانتر، وين رغم ان في نقولوا باللي في الشوط الثاني وين الانتر وين ضغط بقوه 58% نسبة استحواذ الانتر، فيرونتينا 42%، 574 تمريرة الانتر، 243 تمريرة الفيرونتينا، يعني نقولوا باللي شنا دانيلو الذي اضاف الهدف الرابع في الدقيقة 89، يعني نقولوا باللي اليوم فيرونتينا غلطة تاع مدرب، نقولوا غلطة شنا أنطونيو كونتي المدرب تاع الانتر، التغييرات اللي دارهم وين جابت الحصيلة تاعها، وشنا كيفاش وين لعب بخطة 4-3-3، شنا جوسيبي اللي دار التغييرات ما كانتش في محلها، نقولوا باللي ما كانتش في محلها، لأن شنا كيفاش وين تراجع المستوى تاع فيرونتينا في الشوط الثاني خاصة نقولوا باللي ربع ساعة الأخير، واه ربع ساعة الأخيرة وين الانتر وين رمى بكل ثقله، يعني نتيجة كانت صعبة، نتيجة اللي شاهدنا فيها أهداف، شاهدنا من الصعب التكهن من يفوز في المباراة، شفنا كيفاش هذه هي الجولة الثانية، الانتر 4 فيرونتينا 3 في الدور وين الانتر يفوز على فيرونتينا ب4 مقابل 3 أهداف في الدور الإيطالي السيري أي.